أهم شيء إنه بالنسبة إلي وككل الفتيات في الأردن إنه ننتخب سيدات موجودين بكل الدوائر، لأن المرأة هي رح تكمل الإشي اللي ممكن ما يكون مفكر فيه الرجل في البرلمان، لأنه هي بعاطفتها بعملها الريادي وصفها لا إلها دور كتير كبير صراحة. أنا بشجع الكل خصوصي الفتيات من جيلي إنهم الكل يصوت للسيدات بكل الدوائر. نحن مع الأردن، نحن مع التغيير. مع تحيات الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات النيابية 2010.